بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أهل المسلمين. بإذن الله نعمل إن شاء الله عن صف والصف دي يعتبر جديد في المنطقة اللي احنا فيها يعني. لأن أول سنة يزرع هنا في بسيوط وبيزرع في أماكن أخرى في كف الشيخ وفي المحلة وبدأوا برضو زراعة برضو على تحسب في الأول على اساس موضوع التسويق ده مشكله المشاكل برضه موضوع التسويق في القطن والناس كانوا احجامه ايوه على القطن برضه حتى في منطقتنا هنا عشان موضوع التسويق العماله برضه اهم حاجه العماله ايوه. ففي المحل طبعا اول سنه زرعوا 1000 فدان وبعدين الناس لما شافوا الوضع وبعدين لقوا فيه سهوله في التسويق وكده وبتاع فبداوا يزرعوا 2000 فدان وثلاثه لغايه ما وصلت المساحه في المحل ل 8000 فدان. ليه؟ لان اتجاه الدوله نفسه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني غير المصانع والمعالج بحيث المكن يشتغل على القطن اللي هو 94 اللي هو صنف 94 اللي هو صنف ايوه. ودي سياسه ممتازه بحيث ان هو بدل انت ما تصدر القطن خام زي الاول اللي هو 86 كنا احنا بنصدره خام على اساس ان هو ما بنصنعوش هنا وبنصنعوه بره بتصنع بره فانت بتصدره خام. احنا بنستفيد بقى لما تعمل منسوجات هنا وبتعمل شغل تصنيع على القط ان انت بتشغل عمالي وموظفين ومحمد وبتاع كلمني. المهم ايه طبعا زي ما حضرتكم عارفين قلت مثلا مشكله التسويق وبتاع فدي محلوله بالنسبه طبعا حتى للتجار والمحارج الخاصه بتاخده زائد ان احنا هنعمل باذن الله مراكز تجميع برضه زي كل سنه لتسويق القط. لا الجماعات اللي هتاخده لا مجمعاتي ومجمعات أهلية ولا لا مجمعات عادي زي كل سنة حكومية تبع زي الأول كده زي الأول حكومة بتستلمه. طب والسعر بتاعه كام بقى؟ والسعر السنة اللي فاتت كان بادئ ب 2200 وبعدين ده القطن بالذات نوعية القطن ديت مسحوبة عن القطن 86 ده زي ما قلت لحضرتك طويل التيلي أيوه هو طويل التيلي والقطن اللي فات برضه طويل التيلي بس احنا أهم نقطة إن المصانع والمحل شغالة عليه هو نفس مواصفات التيلي يعني بيضة وطيلة طويلة بيض. لا هو من ناحية الطوق اللي حجمه أقل من 86 يعني أنا هقول لكم بقى الفروق الخارجية وكل مكان بساري بطاع حيام أيوة هقول لك الفروق الخارجية بينه وبين إيه وبين 86 ال 94 بالنسبة للطول أقل شوية في الطول أقل شوية في الطول دي بيدي سهولة في الإيه في الجامع وفي الجامع التفريع بيبقى كبير عالي زي الارض الاول هنا ما كانش فيها مصارف كان بيبقى القطن بتاعها قصير كنت بتجيبه ايوه تمام كان الفدان بيجيب 12 بس كان صنف القطن مختلف يا حاج بشير زمان ايوه احنا ما بقاش 45 طبيعه الصنف يا حاج طبيعه الصنف ان غزير التفريع ولذلك ان احنا عم الحاج بالنسبه للزراعه الثاني كنا بنعمله على 25 سنتي دي بتزوده المسافة شوية بين 30. الجورة والجورة بتبقى ايه 30 ممكن التخطيط تعمله 10 او 11 خط في القصبتي او ممكن 8 مساطي واهم لا 8 احسن حاجة 8 وتزرع من ناحيتين لا ناحية واحدة 8 ناحية المهم ايه على اساس ان انت تتحكم في موضوع الري برضه يعني هو بيحب الري بالنشا يعني انت بتتحكم انت في الخطوط بتاعتك والمساطي وبتظبط الجوني بتاعك تمسحها كويس وبحيث ان انت تتحكم في موضوع الري اول ري انت بتزودها شويه طبعا عشان ما يغيبش ايه ما يغيبش بذره من في الطلوع ايوه اي وبعد 15 يوم لو في غيب حاجه بتغسل عليه بعد كده بتحكم الري لان موضوع الري دي عامل محدد في الانتاج احكام الري لان التغريق مضر والتعطيش برضه مضر في اي محصول والمشكله برضه في القطن دي ان طبعا المسافه بتاعته من الزراعه للنهايه بتاعته اقل شهر عن ايه عن 86 يعني هو اقل شهر فتره التزهيق بتيجي اللي هو اول وسواسي بتيجي بعد 60 يوم يعني من الزراعه الاول وسواسي 60 يوم ففي خلال ال 60 يوم دي المفروض ان انت تكون مجموع خضري مظبوط وذلك انت لو زرعت في البصل بتحاول ان انت تظبط بقى في الرش بتاعه والاسمده بحيث ان انت في خلال ال 60 يوم دي قبل اول وسواسي ان انت تحصل على مجموع خضر ايه جامد بحيث ان المجموع الخضر دي هو اللي بيشيل بقى الاستثمار وكده بس في البصل ما يلحقش 60 يوم ما يلحقش يعمل مجموع خضري ما هو لا ما في البصل بيبقى طرح بتاعه اخري ما هو في نظام بقى في البصل نظام في البصل اتاخروا في البصل ايوه قبل اخر ري يعني الري اللي قبل الاخيره دي بتعتبر ري الزراعه بالنسبه للايه بالنسبه للقط اخر ري تعتبر التغسيل اهم شيء اهم نقطه ان في خلال 60 يوم بترش انت بحاجه اسمها علي البوتاسيوم بحيث ان انت
في خلال ال 60 يوم الاولانيين، المهم بخلال 60 يوم تاجر مزارع وعارف ارضك بيكون انت همتك ان انت بتحصل على ايه، مجموع خضر ايه قوي اللي هو هيشيل الثمار بعد كده. احنا قلنا فتره التزهير نفسه اقل برضو اقل شهر من التزهير في صنف 86، ولذلك هو صنف حساس انت تهتم بيه فيه في الرش رش المبيدات، وتهتم بيه في موضوع الري يعني احكام الري في الفتره دي. هو بياخد من 4 لـ 5 ريات، وبالنسبه للري برضو احنا بنترك لكل مزارع حريه الري في ارضه، لان زي ما احنا عارفين المثل اللي بيقول المزارع دكتور ارضه. فانت في ارضك بتجف بسرعه وفي ارض بتحتفظ بالميه، فانت انت راجل فلاح وخبره بتعرف انت ارضك عاوز تروي امتى. بس احنا في الغالب بيبقى 4 لـ 5 ايه ريات. وبرضه بالنسبه للجمع بيبقى فيه الجمع المحسن، بيبقى الجمع المحسن ان انت بتيجي بدل ما بتجمع على مره واحده بتجمع على مرتين. اول مره لما يوصل التفتيح ل 50-60% وبين الجمعتين بتروي ريه خفيفه، ريه بس تمشي الجوني كده وترش رش، بحيث ان انت ايه البلاط بيعمل كده. ايوه لان انا كنت هقول احمد البلاط بيجمع اول جمعه ويجرى ويجزاج. كنت هقول لحضرتك برضه بس ما بيجمعش الاولى خالص. لا كنت هقول لحضرتك برضه حاج بالله. كنت هقول لحضرتك برضه ان كبار كبار المزارعين اللي عندهم خبره في الجوط مثلا زي ما موضوع السيد الحشي كده برضه اللي يعني بيجمع الجوط اول جمعه برضه 50-60% بيجرى راوي الارض ورشش رشه بين الايه بين الجمعتين. والله العظيم انا شفتها بنفسي حصل بيرجع الجوط زي الاول كانك انت ما جمعتوش. الرايه الثانيه ديت بتساعد على التفتيح. ايوه الرايه دي بتساعد على التفتيح، بتساعد على التفتيح وكبر العجله. طبعا بالنسبه للاسمده، الاسمده برضه بينضاف سمات بوتاسي في الاول وسمات سوبر، واحنا التفصيل ده طبعا يعني هنبدا بالتفصيل ولكم مطلق الحريه في المناقشه. بالنسبه للاستاذ المهندس عمرو ابو حمر اللي هو اخصائي الجوط هننتقل ليه باذن الله هيكمل الحديث ان شاء الله، واي استفسار باشمهندس عمرو كافينا وهرد على اسئلتكم استفسار يعني. عارفينه عارفين استاذ عمرو. ماشي اتفضل استاذ عمرو. اتفضل استاذ عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كلهم طيبين. طيب يا سيدي الله يسلمك. هو اصلا ما فيش كلام يتقال بعد اللي الاستاذ خالد قاله، هو خلص الايه؟ خلص الحوار كله يعني. الله يكرمك. هو هنقولها نقط صغيره كده. ميعاد الزراعه طبعا كل الخدمه الناس كلها عارفه الايه؟ الخدمه لو الارض بلاط هنخدم يعني الارض خاليه هنزرع قطن بس، فانت عارف هتخدم هتحرث حرتتين وشين وتخطط نظام التجهيز ده كل الناس عارفاه. لو هنزرع مكان هنزرع متحمل على بصل فلو برضو ايه المعامله الوحيده اللي هتفرق او اللي احنا هنحاول نظبطها ان احنا نخلي القطن ما ياخدش غير ريه واحده في البصل، يعني يبقى ريه الزراعه الريه قبل الاخيره للبصل هي ريه الزراعه لحد ما يطلع، والريه الاخيره للبصل اللي قبل الاخيره قلنا ريه الزراعه، والريه الاخيره هي التغسيل. تمام. بحيث ان انا اشيل البصل من هنا يكون عندي لسه المد قدامي في براح ان انا اقدر ايه اخدم القطن بتاعي واعمل واوصل للحجم اللي الاستاذ خالد قال لك عليه ان هو في خلال 60 يوم بيكون طلع اول وسواسه، فلازم اكون وصلت يعني 15/4 هنسجوه زجيجه الزراعه مثلا. ما هي اخر زجيجه اخر سجيجه انت 15/4 بدي الزراعه ازرع يوم 1/4 الرايه الايه اللي قبل الاخير قد الرايه. ما هو هنقوله بقى النقط اهم نقط يعني ميعاد الزراعه البصل استاذ محمود اخر زراعه ليه اخر زجيجه ليه البصل 20/4 بعد كده في شهر 5 ما تنزلش بكم ميه. ما انا هقول لحضرتك انا عندي مواعيد الزراعه المناسبه ايه مواعيد الزراعه المناسبه من 15/3 ل 15/4 ده الميعاد الامثل لزراعه الايه الجوط. لو انا هزرع في ارض فاضيه مفيش عندي مشاكل بعد بنجر بعد فول الكلام ده كله ما عنديش مشكله فيه. المشكله عندنا هنا في مركز بسيون ان احنا معظم المساحات محمله على ايه على البصل اكتره كلها بصل، فبالتالي برضو احنا عندنا برضو هنا في مركز بسيون متعودين ان احنا ما بنجوش يم القط غير لما بنشيلوا البصل خالص صح، فبيبقى بقى شجر واحنا لسه اصلا ما جناش يم ما صح بننزل فيه بالعربيات وبالجرارات وكده هتشيله ازاي. احنا بقى هنعمل القطن ده مش هينفع معاه الشغل ده خير وجاي القطن ده مش هينفع معاه الايه الصنف ده بالذات مش هينفع معاه الموضوع ده. عايز تحافظ على القطن ازرع اخر ري اخر الزراعه
للريه اللي قبل الاخيره في الايه؟ في البصل. بحيث ان انت ما يبقاش عندك 25 يوم بالكثير والبصل هيتشال. تمام؟ يبقى بقى على الاقل عندك 35 او 40 يوم ممكن تقدر تعمل فيهم الايه؟ تظبط فيهم الزراعه، تظبط فيهم الجو. فديت موضوع الايه؟ موضوع الزراعه. طبعا زي ما الاستاذ خالد احنا بنزرع على قال كده، بنزرع على مسافات اللي هي ال 35 اللي هو من 25 ل 30 سنتي. طبعا التخطيط بيبقى من 10 ل 11 خط في العصبتين، او بنزرع بنظام الايه المصاطب اللي هو 8 مصاطب في الايه في العصبتين. احنا مخططين التسعة ممكن ازرعه وقت الزجيه اضيف خطين اضيف خطين اسد خطوه اسيب خط زي ما كنت بعمل. مفيش مشكله، مفيش مشكله، ما بنعمل كده ده مفيش مشكله. عندنا تخطيط التسعة مخططين التسعة مفيش مشكله خالص. المهم برضو احنا الصنف ده بيحتاج تسميد عالي شويه، مش زي مين، مش زي القديم اللي هو 86، هو ده بيحتاج تسميد عالي شويه. الارض جامدي الارض جامده بقى الزرع اللي جنبه الارض جامده. بدل ما كان مثلا لو الارض جامده في 86 ما كنتش ممكن ما تحطش غير شكاره. تمام ايوه سوبر بس ممكن ما تحطش خالص. لا في ال 94 ده هتضطر تحط برضو اي جرعه لانه بيحتاج ايه، بيحتاج كميه اعلى بكتير من ال 86. ده في حكايه التسميد. الحاجه الثانيه برضو يفضل انك تضيف له شكاره 50 كيلو بوتاسيوم مع الخدمه مع السوبر مع الخدمه في الاول عشان عادي كرز زراعه. او لو امكانياتك ما تسمحش بانك تجيب الشكاره اللي هي ال 50 كيلو دي ممكن ترش رشتين، رشه مع الوسواس مع ظهور اول وسواس كده انك رشش رشه بوتاسيوم والرشه الثانيه بعد الايه؟ بعد التزهير. بعد التزهير بعد العجره بعد العجره كده ممكن تبدا عجره على مده في التيل زي البودره اي حاجه المهم ترش بوتاسيوم يعني. تمام. الري برضو اهم حاجه في الري لازم تحافظ على الري، لا تعطش ولا تغرق. هو لازم تحكم الموضوع برضو. وكمان الموضوع ده بعد اذنك يا عمر، انت في طبعا الدرجه الحراره بتزيد في الايام اللي جايه، فانا بجرب فترات الري وبسقي ري على الحامل. دايما اجرب فترات الري واسقي على الحامل. القطن دايما يسقي على الحامل لان لو شبع بيجي له حاجه اسمها فنجزور. انا بعالج على فنجزور من بدري، ان في مطهر فطري بتحط على التجاوز احطه من بدري عشان عفان الزور والخناج والحاجات اللي بتيجي للجحر. وبعالجها برضك بان انا بري دايما على الحامل. فكده ايه ده موضوع التسميد. يعني هو برضو الحاجه النقطه المهمه برضو في الصنف ده ان التزهير بتاعه قصير، فتره تزهيره قليله. ايوه فلازم تبقى زي ما بيقولوا كده عيني في وسط راسي، شوف الحقل على طول علشان خاطر عايز اقول في ايه اهم نقطه في الصنف ده في ايه مكافحه بتاعه الافات على طول. أيوة. وكل مبيدات القطن موجوده في الجمعيات. المفروض ان انا ما اوجعش وسواسه من الصنف ده. انا عندي ما في المهم اللي عطشت وزجيت بيوجع وسواس. لا مش كده كمان، في تساقط طبيعي صحيح بس انا بحافظ على قد ما اقدر. والعنكبوت الصنف ده الصنف ده اللي بيقع منه ما بيعرفش يعوضه، مش زي ال 86 برضه ضعيف ضعيف. لا مش ضعيف الفتره، بص الفتره اللي بيظهر فيها بسياره، الفتره اللي بيظهر فيها ال 86 القديم ده كان بيظهر من 10 ممكن يوصل لحد 14 اسبوع ده من 8 ل 10 اسابيع بس، اقصى حاجه 10 في شهرين كده ولا يعني شهرين و10 ايام مسافه صغيره، لان هو اصلا عمره قصير عن عمر الايه عن عمر 86 شهر. الاهم نقطه برضو احنا نسينا نقول عليها موضوع الخف. ايوه الخف ده الله ينور. الخلل ده عامل محدد. لازم بعد ما تظهر الورقه الثانيه الحقيقيه، يعني اول ما النبات بيطلع منه ورقتين كده. ايوه ساعه ما تطلع الورقه الثانيه الثالثه طلعت انك شيء ايه بقول لك امكوسين اربعه، هو ممكن يكون حاسب بينهم الورقتين الفرقيتين. لا ما تحسبش الاثنين دول، الاثنين اللي شبه بعض دول ما تحسبهمش، اللي هم الحقيقيين بقى اللي هو شكل ورق البوط الاثنين الاولين دول الفلقيات. يا استاذ محمود يكون اللي من الواحد كل ما يخله بدري ايوه بيبقى مربع. الله ينور عليك الله ينور عليك يا عم الحاج. ايوه تمام اعمل معايا حجر حلو. ايوه تمام الحجر بيعتمد على الخل. تمام رغم ان الصنف ده ما بيطولش والكلام ده كله، بس انا لو اخرت موضوع الخلل ده ممكن يسرول وممكن يحصل عندي برضو ايه هياش. فلازم احافظ ايه، لازم اضطر بقى ان انا اروح اخصيه تاني بالظبط. ايوه
دي اهم نقطه ساعه والنقطه وفي نقطه يا باشمهندس عمرو معلش النقطه خطرت كده معلش اخر نقطه اي الله يكرمك حط النقطه على حروبك الله يكرمك اتكلمنا عن دوت اللوس المبيدات اللي ترش ايوه خدت واحد رضا انت هكملها بعد الاستبان ايوه الله يكرمك اي الله يكرمك بالنسبه لحته الاستاذ عمرو برضه بيقول على حته الايه أيوه. ان الصنف ده انا بخلي بدري عشان يعمل حجر وما يهيتش مني أيوه. الري دخل في الموضوع ده احنا بنقوله اروي ري الحام وجرب فترات الري ليه صح. لان انا لما بعطل جامد بيهيج برضه بيهيج برضه كل ما تعطلش كل ما الله يكرمك صح 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 كده صح كده هنعمل بعد الخلل على طول بتضيف اول دفعه تسميد ايوه بعد الخلل بتحط اول دفعه ايه تسميد لو الارض ايه مش مكان بص اول دفعه تسميد لو الارض ماشي مش مكان بص المهم برضو زي ما قلنا كده موضوع المكافحة مجرد أي. انت عندك الامراض اللي بتصيب طب المكافحة بقى ما انا هقول لك اهو المكافحة يا فندي اي المكافحة دلوقتي ما عادش الجمعيات بتدي دوري لا الجمعيات هتديك 3 دوري في دوري يسهل هتديك ايه لا هتديك ايه 3 دوري 3 دوري دوري اول وثاني وثالث يعني هيجوا زي الاول يعني أي. كل حاجه انت عاوز ايه مولدك انت معايا بقالك فتره ما زرعتش جوت ايوه احنا بقالنا 10 سنين ما زرعناش انا بقالي 10 سنين بالظبط ما زرعتش الجمعيه فيها كل حاجه وكان الفلاح كان فعلا ما بياخدش فلوس ولا من الجوت ما انا هقول لحضرتك اهو احنا لحد السنه اللي فاتت اخر الرئيس بقى عاوز يرد اخر موسم اخر الرئيس عبد الفتاح عاوز يرد فكره ان ان المزارع كان فعلا القطن ده محصول اساسي طبعا كل سنه اساسي مش للمزارع بس كل سنه اساسي للمزارع وللبلد محصول استراتيجي لان اصلاح اتجوز الولد لما بجمع القطن ايوه اتجوز البنت لما جمع القطن اللبس في القطن كل واحده في القطن كل محصول ايوه ايوه ده اهم شيء وهيرجع وعلاف وهيرجع يا استاذ محمود بالنسبه له هيرجع والله ومراتي فالمكافحه لحد حتى الموسم اللي فات ده احنا بيتوزع برضو الدوري بتاع القطن رغم ان المساحه السنه اللي فاتت كانت قليله ومع ذلك برضو كان بيجي الايه بيجي بتيجي المبيدات يا حاج بتيجي المبيدات في الجمعيه بص يا حاج يا حاج انت بيجي لك بقول لك 3 دوري دول على حساب الايه الزراعه اللي بتدفع فلوسه في البنك دول اللي هي بيسموه المقاومه بتاعت السنه تمام مش معنى ان بيجي لك الثلاثه دول يبقى انت تنام عليهم هتضطر ترش ما بينهم رشات الرشات اللي هترشها ما بين الدوري وبعضه موجود برضو المبيدات بتاعتها في الجمعيه بس بفلوس ما لقيتش الصرف ما لقيتش اشتري من اي واحد انت ايه واثق فيه فكده كده المبيدات موجوده في الجمعيه الحاجه الثانيه اي مشكله او اي استشاره هتطلع على الجمعيه تكلم مدير المكافحه الاستاذ خالد تكلم الارشاد تكلم اي حد هتلاقينا ايه جينا لحد عندك فكل كل المنظومه معموله في خدمه مين المزارع في خدمه المزارع لاننا فعلا عايزين نرجع القطن لعهده ايوه تمام طبعا طبعا بعد موضوع المكافحه زي ما قلنا كده احنا عندك ديدان لوز وديدان ديدان ورق وديدان لوز بانواعها وعندك المن والكروس والكروس والعنكبوت اهم حاجه المن والزبابه والعنكبوت ده في الندوه العسليه بص هو ما هو بص اكتر من الدوده كمان عشان كده بنقولوا ايه عشان كده بيقولوا ايه لازم بالذات الصنف ده لازم تركز معاه قوي اي مرض او اي بس بدايه للاصابه على طول ايه تقاوم لان هو ما عندوش اللي هيعدي منه او اللي هيموت منه مش هيتلحق مش هيتعوض صح اللي هيقع مش هتعرف تعوضه سؤال بسيط يا استاذ عمرو مع احترامي الشديد ليك في ناس ايام ابويا وابوك كده زمان كانوا بيسجوا بجاز الكلام ده صحيح احيانا ممكن تضطر ان في الدود بيجح في الايه في قلب الخط ما هو انا مش يقوم بدري انا مش هستنى يسجب جاز ماشي هو هي المشكله دي بتيجي برضو في الفتره الشديده بتبقى لا وبيبقى في فتره المرض وبيبقى بسبب لو تسمع لو ايام ابويا وابوك برضه لو تسمع عن موضوع التحريك بتاع الري البرسي اللي هو ري البرسي علشان خاطر لو انا الناس اللي كانت الناس اللي هي ممنوع ري البرسي الناس اللي هي بتتعدى الموضوع ده وتروي فبتزود ديدان ورق القطن تعتبر هي البرسيم عائل ليه بينشئ جيل جديد ايوه فانت كده القطن ايه فانت بتضطر تروي بالايه بالجاز تروي بجاز عشان تموت الديدان دي ممتازه فاحنا زي ما قلنا تاني لازم
تحط في دماغك وجودك في الغيط ومتابعتك للغيط يعني الجزء الاكبر من المقاومه. صحيح. لازم تبقى موجود في غيطك وتتابع. بص دي جامد يا استاذ عمرو، حته تحريج الري بعد 10 5 في زراعات القيمه في البرسيم. تمام تمام. التحريج دي لان دي بنشط بنشط الدوده الجيل جاي ورق القط تنقل من البرسيم تهاجم. الله صح الله ينور. تمام الله ينور. القطن بس ده لو تفتكر كانت ممكن تضع الذره. ايوه دورة فرصوية اي حاجه. والحشاش اللي على الجوني يا اسامه، الحشاش اللي على الجوني وريتني فدان. طيب اديك تعرف برضه اسامه ابن الحاج ابراهيم عطا. ابن الحاج ابراهيم عطا والله كريته ذكر الله في الناس والله كريته. ايوه برضه اسامه. انا ليا تقريبا معلومه كمان يا استاذ. اتفضل يا شوط استاذ محمود. من العوامل المحدده للانتاج في القطن التغذيه المتوازنه. تمام. الاستاذ عمرو نوه الى ان لازم انت تعمل مجموع خضري قوي في الاول. اي تمام. المجموع الخضري القوي دي بيعتمد على التسميد الازوتي. تمام. الصنف محتاج تسميد ازوتي كويس. اي طب انا عاوز اعمل مجموع ثمري كويس لان انا هو بنى مصنع. تمام. عاوز ينقل الانتاج في مخزن. تمام. على راي زي واحد معانا يعني. اي بيعمل ايه بقى؟ لازم يوزن التسميد، لازم يحط بوتاسيوم وفوسفور كويس في الاول. تمام توازن صح. كميه سوبر المتوصي به. اي وشكاره البوتاسيوم في الاول. او ناس هيحط البوتاسيوم يحطه في الاخر عند الوسواس. لازم يرش رشدات الوسواس مرشدات بعد التزهير. انا اقصد التغذيه المتوازنه. ما يجيش بقى بعد التزهير يقول لك ايه ده قطن اصفر شويه ده مش عارف ايه ما احط شويه كيماوي كمان ما احطش عارف ايه ويقول كده يعني. ولذلك المفروض ان الساده المزارعين يتبعوا توصيات التوصيات دي في مراكز البحوث ايوان وعاملين عليها تجارب وبتاع. الموضوع ده ان احنا محتاجين 50 كيلو فدان توصيته 50 كيلو بوتاسيوم. تمام. والسوبر اللي هم الثلاث شكاير سوبر الاربعه في على البلاط اللي هو في التوصيات اللي هو في التوصيات معاهم الايه؟ وخبز زراعه. ايوه ماشي. المتوازنه دي بتعمل اصلا نبات قوي. ماشي يا باشا ماشي. ما انا قلت انا بتكلم على ان انا قلت ليه المعدلات. ما هو معنى المعدلات دي اللي هو التسميد التوصيات. اي تمام. التسميد المتوازن للنبات. تمام. ده بيبقى ليه عامل برضه. اه طبعا. بس السباك البلدي بس ليه مواصفات بقى. اي لازم يكون متحلل او تم التحلل يعني على الاقل يكون عدى عليه السنه. ما تحطوش طارق. ما ينفعش تحط طارق عشان ما ياكلش الجين. ما ياكلش. هو له حاجات كتيره بس هو يستحسن او يفضل ان هو يبقى ايه متحلل تحلل كامل يعني ناشف يعني. عدى عليه على الاقل سنه تبدا ايه. والمعلومه دي لاي زراعه يعني مش للقطن بس. لاي زراعه. لازم السباخ يبقى متحلل. ايوه عشان ما يمشي في الحاره. اصل انت لو حطيته طري هو ياخد من التربه بقى يعني ياخد من الارض مش يضيف للارض. ياخد عناصر من الارض زي ما بتحط السباخ على البلاط. تحط السوبر الاخر على البلاط. ايوه. في ناس على فكره هقول لحضرتك على حاجه. اليمون دولت بغت هقول لحضرتك اليمون ده استاذ عمرو كله بيطلع سباخ طري من تحت المزارع. لا ده غلط. غلط. السباخ البلدي ليه مواصفات. حد بيقوم سباخ في نقطه يا حاج صابر في اضافه ولا قومه برضه الناس اللي تبقى زرعه محمله على بصل. البصل بيجوا بعد ما بيخلوا البصل بتنوا جايب البوتاسيوم ومسرسبه جنب الايه هو والسوبر ومسرسبينه جنب الايه صدر الخط جنب صدر الخط وياخد عليه عزجه. ايوه يعزج عليه بحيث يداريه برضه بعد كده يدي ايه الري. ده 10 على 10 زي الناس اللي بتشتغل في الخضار كده زي اللي بيعمل زراعه طماطم وكلام زي ايوه زي زراعه الطماطم. مين بقى اللي هيسرسبه ويدي له خرطه كده ايه ده الكلام ده بعد البصل الغاوي اللي عايز محصول. الغاوي اللي عنده اديله 60 سنه انما الموظف بقى النهارده عايزاه. الغاوي اللي عنده اللي عايز محصول قبل النهارده يا حاج. يا حاج انا لما قلت المعلومه دي يستسهل الموضوع يعمله لما قلت لا ثواني بس انا لا في ياخد يا حاج صابر. انا لما قلت المعلومه دي الحاج سعيد قال ايه زي ما بنعمله في الطماطم. أيوة يبقى أيوة. احنا ما اخترعناش شغل جديد. أيوة. هو اللي انت المعامله اللي كنت بتعملها في الطماطم اعملها برضه في القوط يعني تم في القوط زي ما بنيجي مثلا في زرعه زي القمح ونقول لهم رش واعمل وخلي. تمام. طب ما انت عندك انت نفس الفلاح وعندك ارض البصل وبترش كل يوم. وانا هرش الغله مش عارف ايه. طب ما انت بترش البصل كل يوم. لما تتم في الزرعه جيب انت ممكن ترش الصبح والعصر. حلو. طب اشمعنى جت على الغله تقول يا عم احنا هنقعد نرش وهجيب منين وقت ورش كام رش. طب ما هي هي ما هو الفلاح واخد على كده. لا تتم في زرعتها بتجيب انت. احنا عايزينك انت راجل احسن من البصل. ايوه تتم في زرعتها. لما تتم في الحلب بتجيب منه ونخبزه منه. الله يكرمك. كتير وحاجات. انت راجل عايز محصول. انت راجل عايز محصول وانا بقول لك تعمل كذا وكذا وكذا.
بيقول لك تعمل كذا وكذا وكذا. أيه. وبناء على التعليمات اللي احنا بنقولوها ودي توصيات وزاره الزراعه علشان توصل لاعلى انتاجيه، والتوصيات ديت مش اللي عاملها ناس يعني مش اي حد، مثلا الدكاتره وعاملين عليها برامج واختبارات وكلام من ده، وصلوا لافضل ايه؟ لافضل توصيات. افضل توصيات تمام؟ اهم حاجه بقى بعد كده هندخل في موضوع بعد المقاومه والكلام من ده، هنوصل لمرحله الجني، ودي اخر حاجه. أيوة. الجني ده فيه اللي هو اللي بيسموه الجني المحسن. الله. المفروض ان انا اجمع القطن على مرتين، مرحله ساعه ما يبقى التفتيح من 40 ل 60% فتح التلتين والتل اتني جاي ايه جامع الجامعه الاولى المحسنة. الجامعه الاولى دي برضو عشان الجني يبقى محسن وتاخد رتبه كويسه، المفروض ان انت تجيب وزن عب الندى اللي انت عب الندى اللي انت بتجيبه ده تنشره، ما تايه ما تخليهوش بترطب يعني. بعد ما بتجمع الجامعه الاولى بعد ما بتجمع الجامعه الاولى بتنك جاي مدي ميه، منزل الميه في الزراريج والايه والجني في الجني والزراريج اللي في الارض. الارض تشرب بالنشع كده، ما تعومهاش ميه. ايوه بالنشع كده، ما انت لو عمتها ما هتشيل. بالظبط. ولو الموضوع استدعى انك تدي رشه ادي رشه، رشه طيب تاخد ماشي. بعدها بعد ما يتم التفتيح كامل، بعد ما يتم التفتيح كامل هت ايه بعد ما التفتيح يتم هت انك جاي جامع الجامعه الايه الاخيره وتبقى كده. احنا عاوزين يعني نناشد الدوله وخاصه المراكز البحثيه ان هي تطلع اليه للجمع الالي في محصول قطن اسوه بالرز والجمع والحاجات دي. هقول لحضرتك على معلومه، هقول لحضرتك على معلومه. دايما اللي بيتزرع يعني اللي بيتزرع الي ممكن اجمعه الي، يعني من البدايه زرعته الي ممكن اجمعه الي. مش شرط. ثواني بس انا بقول لك على معلومه. هتقول مش شرط كل مزروعه بالنجره. ثواني يا باشا، ال 94 ال 94 من الاصناف اللي ممكن جمعها الي. تمام. يا ريت. لا حول ولا قوه الا بالله. هو انت محسسني ان انا بتاع مركز انا اللي بصنع. ناشد الدوله يا عم. ماشي، ما انا بقول لك الوضع يعني ال 94 من الاصناف اللي ممكن تتجمع الي. ليه؟ علشان حجمها صغير. مش زي ال 86 كان بيبقى شجره. ايوه. بيبقى حاجه ضخمه. مهيج وراكد على بعضه وشجيره صغيره. اي ده صغيره. وهو فعلا من الاصناف اللي ممكن تتجمع الي. ايوه. ف يعني لها الات موجوده؟ في على حد علمي. أيوة. ان في الات بس كلها الات ايه؟ في مرحله اللي ايه؟ التجارب. مش نزلت على الوضع العام يعني. بس مش احنا شاكرين لفضل يا باشمهندس عمرو وبالتوفيق باذن الله. شكرا جزيلا.